هلو لودي، معكم مازن من قناة توفاكس 777. المرة الماضية حكينا عن فيرب مت بريبوزيسيون مع بريبوزيسيون سو مع حرف الجر سو. اليوم رح ناخد حرف الجر مت، أكيد رح نمرو على كل البقية بدروس لقدام. خلينا نبلش فيه مع أول فعل. مثل ما قلنا اليوم معنا بريبوزيسيون مت، شو هن الأفعال اللي بياخدوا حرف الجر مت؟ عنا أول شيء أنفانجن، بدأ، وطبعا مع مت عطول بيجي داتف. إش فانجي مد وبونج أن. سأبدأ بالتمرين أو سأبدأ بحل التمرين، هذا هو المعنى تبعه. إرفينت مد أغبايت أن، بدأ بالعمل. إذا فعل أنفانجن أكيد كلكم تعرفوه، بدأ مع مت بيجي هو وبيجي عطول مثل ما قلنا داتف. مثل ما تشوفوا دير أغبايت، هو أغبايت هي مؤنس، وإنه فوق كمان دير وبونغ هي مؤنس. جملة التالتي، كان إش يتسمت دام إسن أنفانجن، فيني هلأ بلش أكل، هل يمكنني البدء بتناول الطعام؟ إذن هذا هو أول فعل أنفانجن مت. بيجينن مت، هلأ بيجينن أنفانجن بالنسبة للمعنى هني جدا متقاربين إذا مو نفس بعضهم، بس أنفانجن طبعا هو المستخدم أكثر. نخدم اسن كنتن في مدام او فغويمن بيجينن، يمكننا البدء بالتنظيف بعد الطعام او بعد تناول الطعام. مثال بعضهم، فير بيجينن بونكلش مدام دوتش كورس، نحن نبدأ بوقت محدد بدورة اللغة الألمانية. فان بيجينز دو مدام ستوديوم، متى ستبدأ أنت بالدراسة؟ طبعا هون ستوديو من مقصود فيها دراسة عليا، هوخشولة أو أونيفرسيتيت، أكيد ما مقصود فيها المدرسة العادية أو دورة لغة، هيدا ما له علاقة بالستوديو، شيء أكيد. إذن هدول هن ثلاث أمثلة عن بيجينن مت. البعدة تليفونيرن مت، مت فيم هاز دو دي غانتس سايت تليفونيرت، مع من كنت تتحدث طوال هذا الوقت على الهاتف؟ طبعا تليفونيرن بيني واضحة انه واحد يحكي على التليفون او يتلفن. لينا تليفونيرت مت ايغي بيستن فرويندن، اتصلت لينا بصديقتها المفضلة. مثل ما عم تشوفوا امثلة جدا سهلين. هاز دو شون مت دام اخذ تليفونيرت، هل اتصلت مسبقا بالطبيب؟ اذا هذا هو فعل تليفونيرن مت، عطول بيجي معه داتف مع مت. مشوف بعدها فيرغلايشن، فيرغلايشن معاتها قارنة، فيرغلايشن زي منشن مت برلين، قارن ميونخ ببرلين. مثال بعده، زولمان زيش اما مت اندن فيرغلايشن، هل يجب علينا دائما ان نقارن انفسنا مع الاخرين؟ إذا هذا هو فعل قارنة، قارنة مع فيرغلايشن مت. من كفة على بعض، زيش بشيفتجن مت، بشيفتك زيش شون زيت ياغن مت ديزة انجليجن هايت، لقد انشغل بهذا الأمر منذ عدة سنوات. إش بشيفتجن مش جاغن مت فلانسن، أنا أحب الانشغال بالنباتات. إذا هذا هو فعل زش بشيفتجن مت، هو فعل انعكاس، انشغل بي. نكفي على بعضه، زش بايلن مت، بايلن طبعا أسرع، بت بايلدش مت داينن هاوس أو كابن، من فضلك أسرع بوظائفك، أو المعنى تبعه الأصح من فضلك أسرع بحل وظائفك. زي موسن زيش مدام متاك اسن بايلن، عليهم الاسرع بتناول الغداء. اذا هذا هو فعل زيش بايلن، شي طبيعي كل شي عم يمرق معنا اليوم لازم نكتبه على ورقة مشان نحفظه، بس واحد يحضر الفيديو من دون ما يكتب هذا الشيء ابدا ما نو كويس. لازم واحد الامثلة يشوفها، الافعال كلها تنكتب وتتحدد النقط المهمة مشان الواحد يحفظها. نكفي على بعضه، شبريشن غادن مت، هلا بس شبريشن غادن له نفس المعنى تقريبا. هات نوخ نشت مت مين جسبوخن، لم يتحدث معي بعد، اكيد شبريشن غادن
تحدث أو تكلم. وبالنسبة لهذول الفعلين بيجوا مع مت للداتيف، كمان بيجوا مع أوبا وفون، طبعا رح نحكي عنهم بدروس بالمستقبل. مثال البعده: هاس دو إنجلش مت داينم فور جازيتستن كشبروخن. هل تحدثت في النهاية مع رؤسائك أو إلى رؤسائك بالعمل، طبعا عم نحكي أو مع الشيف بالعمل. هاس دو إنجلش مت داينم فور جازيتستن كشبروخن. مثال الثالث: إيش بغيش نوخ أين مال مت داينم فاتر. سأتحدث مرة أخرى مع والدك. إذا هذا هو فعل شغيشن أو غادن يدن تكلم أو تحدث بيجي مع مت بالداتف، كمان مت ما نقول بيجي مع أوبا وبيجي مع فون، رح نحكي عنه بدروس مستقبلية. منكفي على الفعل الثامن يلي بيجي مع مت، هو شغايتن. شغايتن مقصود فيها تجادل أو الواحد بالحكي، مو مقصود فيها الواحد تقاتل مع حدا تاني، لا. شتغايت المقصود فيها تجادل بالحكي أو تختلف مع حدا بالرأي، يعني لفظيا تتجادل معه، ما المقصود فيها شيء جسدي. وشتغايت بتجي مع مت بالذات، وكمان بتجي مع أوبا، رح نحكي عنه بدرس أوبا بشكل منفصل وأمثلة تانية. مثال الأول ترجمته: شتغايت دوان مت زاينن كوليجن. هو يتجادل بشكل مستمر أو بشكل دائم مع زملائه. إيش مشتي نشت مدي شتغايتن. أنا لا أود أن أتشاجر معك. إيش مشتي نشت مدي شتغايتن. ولا مكفي عن المثال الثالث لينا شتغايتت أفت مت إيغين فخويت. لينا تتجادل عادة مع صديقها. إذن هذا هو المثال الثالث لينا شتغايتت أفت مت إيغين فخويت. لينا تتجادل عادة مع صديقها. صديقها أو تتخالف معه. هذا هو فعل شتغايتن. ننتقل الفعل التاسع: زش انترهالتن مت. زش انترهالتن مت معناها قريب جدا عغادن وشبغيشن. تجي مع مت بالذات، كمان تجي مع أوبا. إش هابي مش مت إيم انترهالتن. لقد تحدثت معه. إيش مشتي مش متقيل انترهالتن. أود التحدث معها أو بدي أحكي مع. إيش مشتي مش متقيل انترهالتن. جستن هابن فير أونز لانجي مت أونزر نوين نخباغن انترهالتن. البارحة تحدثنا مطولا مع جارتنا الجديدة. إذن هذا هو فعل زيش انترهالتن، تحدث أو تكلم، معناه جدا قريب عشبريشن وغيدن. ننتقل على الفعل العاشر شبيلن. شبيلن مت كمان بيجي مع أم. Der große Bruder will nicht mit seiner kleineren Schwester spielen. الأخ الكبير لا يريد اللعب مع أخته الصغيرة. إذا هي مع مت، مثل ما قلنا كمان بيجي شبيلن مع أم. الفعل الإدعش غشنن مت. هلا هون غشنن مت، خلينا نشوف المثال الاول: اميانوا مسمن مت شني غشنن. في شهر كانون الثاني يحسب حساب الثلج او يتوقع سقوط الثلج، هيك جاء معناها يحسب حساب او يتوقع. اكيد ما المقصود غشنن هي انه نحسب رياضيات، هون ما نحكي عن شيء تاني، عم نحكي مثل ما اقول انه واحد يتوقع شيء او يحسب حساب شيء. مثل مثال تاني: ارحت ان دويتش mit einer schlechten Noten gerechnet. لقد توقع حصول على علامة سيئة في اللغة الألمانية، أو حسب حساب أنه يأخذ علامة سيئة بالألماني، أو توقع يأخذ علامة سيئة بالألماني، نفس المعنى. مثال الثالث: دي فيغما غشنت نشت mit einem hohen Gewinn. لم تتوقع الشركة أرباحا عالية، أو لم تحسب الشركة حساب أنه تربح أرباح عالية. هذا هو فعل غشنن مت. والفعل الأخير زش فيرشتين مت. كمان هون زش فيرشتين ما له علاقة فيرشتين فهمة. هون مثل ما عم نشوف أول مثال متقيل فيرشتين إش مش إن لتست سايت نشت ما زوجود. أنا لا أتفاهم معها جيدة في الآونة الأخيرة. يعني أنا ما بتفاهم مع الشخص، أنا
ما تفكيري ما بيطبع على تفكيره، هذا هو المقصود فيها زيش فيشتين مت. ما أنا المقصود مثلا واحد أنا فهمت الكلمة، فهمت ترجمتها النص بالألماني، هون عم نحكي عن شيء تاني. دانيال فيشتيت زيش جوت مت زاينم شيف. دانيال تفاهم بشكل جيد مع رئيسي، مثل ما عم تشوفوا هون يتفاهم بشكل جيد، أو هن بيزبطوا مع بعض، بيفهم عليه على تركيبه وعلى عقله. هون هيك المقصود فيها زيش فيشتين مت. مثل ما قلنا ما عم نحكي على فعل فيرشتين اللي هو الواحد فهم الكلمة مثلا، هذا الشيء تاني. وهيك مثل ما شفتم مشاهدينا هدول ال 12 فعل يلي على طول بيجوا مع بريبوزيسيون مت. اكيد اذا عجبك الفيديو تاكد من انك تدعمه بلايك، لانه جدا بتاخذ هيك دروس وقت من تحضير وتاكد من المعلومات. اكيد بالدروس القادمه رح يكون في تكمله لهالسلسله، فتأكد من انك مشترك بالقناة ومفعل الجرس مشان على طول يجيك نوتيفيكيشن بالفيديوهات الجديدة. مفهوم درسكم، وبشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.